هاي لا نعرف انا هاي انا هاي بعرفها حتى اي او نعاد علينا وعلينا بهذات البال. مرحبا. يا ميت اهلا وسهلا. خير حامد، اهلا فيك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اخ امل غانم، مرحبا. يا ميت مرحبا. احكوا لنا شو بتسووا في وان ستوب انتوا هون؟ والله هون بنيجي مرات نداون، نغسل السياره، نشوف اصحاب نداون. شو بتسوي في وان ستوب غير انك تداون؟ بناكل همبرجر، فنجان قهوه. طيب احنا في برنامج سؤال على الماشي بمناسبه شهر رمضان، بدنا نوجه لكم سؤال، اذا بتعرفوا تجاوبوا عليه، اللي بيعرف يجاوب عليه واحد منكم بيربح غسيل سياره مجانا. السؤال بيقول: من اول من رسم الحمامه كرمز للسلام؟ شو السؤال بالضبط؟ كيف يعني من الرسام المشهور الذي رسم الحمامه كرمز للسلام؟ اول رسام، يعني تقصد عربي او اجنبي او دولي مثلا؟ حسب معلوماتي هو اجنبي مشهور، رسام مشهور جدا. مين بده يكون؟ او انت او امل يجاوب عليه. انا بعرف انه اجنبي مثلا، اما اسمه بعرفش بالكامل، يعني بعرفش صراحه. مين بتعرف؟ قلت لك اجنبي، بس هو رسام عربي ولا اجنبي؟ لان عارف انه الاصل اجنبي. طيب اما اسمه بعرفش. يعني امل بتعرف مين الرسام هذا المشهور اللي تخمين؟ يعني بدك تخمين. بيكاسو. بيكاسو. بتحذر ولا بتعرف؟ هاي تخمين. بيكاسو. فعلا بيكاسو، مبروك عليك غسيل سيارة مجانا من وان ستوب بإدارة أمين سلامة غانم. شكرا. هو ربح وأنت خسرت. والله مبروك. والله أقول لك صراحة هو مبروك عليه، أنه بيستاهل. أنا ما عنديش معلومات عامة كبيرة، أما إحنا بنعرف. ليه سألتك السؤال أجنبي أو عربي؟ لأنه عارف أنه بده يكون أجنبي، مش العربي الرسام السلام. الجواب صح، بيكاسو الرسام الإيطالي المشهور. مبروك عليك أمل، ومنحب نطلب منكم توجهوا معايدة للإخواننا المسلمين بمناسبة شهر رمضان. نتوجه من هون لجميع أفراد الطائفة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان، وإن شاء الله يكون صيام مبارك، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. بتحب توجه معايدة؟ إحنا بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله يكون الصيام خفيف عليكم بموجة الحم هاي. موجة الحم، وإن شاء الله أنكم تسلكوا آخر الشهر. مبروك عليكم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، يعطيكم العافية، ومبروك عليك أمل. الله يبارك فيك. كل عام. عن نفسك؟ فادي. فادي إيش؟ فادي أحمد. أنت من المغار؟ من المغار. طيب إحنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي بمناسبة شهر رمضان المبارك. بتحب تعايد على الطائفة الإسلامية بمناسبة رمضان؟ أكيد. بتقول كل عام وانتم بخير، وان شاء الله نتعاد عليكم بالصحه والعافيه. طيب نسالك سؤال، اذا بتعرف تجاوب عليه بتربح غسيل سياره مجانا من وان ستوب باداره امين سلامه غانم. السؤال بيقول: عدد لي ثلاث غزوات في الاسلام. غزوه احد، وغزوه بدر، وغزوه في عده غزوات، هن تسع غزوات بس عدد لي ثلاثه. غزوه احد، غزوه بدر، اخر غزوة فكر شوي. بدك بخليهم يساعدوك، بس فكر شوي. غزوات كثيرة في الإسلام على زمن النبي محمد، لما كانوا كفار قريش يحاربوا. غزوة أحد، غزوة بدر، أخرى غزوة. عم بدلوك. يلا ما سمعتش؟ خندق. غزوة الخندق. شو هي غزوة الخندق هاي؟ لما الكفار هجموا على النبي محمد، وين؟ في أي مدينة؟ تعرف؟ صراحة ما أعرفش. في المدينة المنورة، واقترح عليه سلمان الفارسي إنه يبني الخندق. مزبوط، هاي غزوة الخندق. طيب هيك من ربحك قسيمة شرائية أو غسيل سيارة مجانا من وان ستوب بإدارة امين سلامي غانم. يسلموا. مبروك عليك. الله يبارك فيك. مرحبا. اهلا وسهلا. عايد على الطائفه الاسلاميه بمناسبه رمضان. نقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله نعاد عليهم بالهنا والبركات. طيب احنا من موقع سبيل في برنامج سؤال على الماشي بنوجه لك سؤال، بلكي معلوماتك منيحه. كيف معلوماتك؟ يعني ولا منيحه؟
نص نص. طيب سؤال في التاريخ، متى نشبت الحرب العالمية الأولى؟ الحرب العالمية الأولى 22؟ لا فكر شوي، قبل ال 22، مش في 22، قبل. تعرف ايش؟ طيب كيف الحركة التجارية عندكم هون في المحل؟ الحمد لله مليحة، على رمضان يعني منيحة، تحسن الشغل الحمد لله. شو بتقول للمحتفلين برمضان؟ كل عام وهن بخير وينعاد عليهم في السعادة. طيب ما عرفت تجاوب على السؤال، حظا اوفر، بنتمنى لك كل خير، كل عام وانت بخير. مرحبا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. احنا في برنامج سؤال على الماشي من موقع سبيل، بمناسبة شهر رمضان المبارك، تحب تعايد على الطائفة الإسلامية؟ نعايد عليهم. شو بتقول لهم؟ لهم كل عام وانت بخير. طيب بدنا نسألك سؤال، إذا بتعرف تجاوب عليه بتربح غسيل سيارة مجانا من ون ستوب. السؤال بقول، متى نشبت الحرب العالمية الأولى؟ الأولى 1920 يمكن. لا يمكن ولا لا، مش 1920، فكر شوي. ممكن قبل 1920، أبكر شوي. و 19؟ لا لا، نسيت التاريخ الصراحة. مش بتعلم تاريخ؟ لا بس زمان. أي صف خلصت؟ 12. طيب لازم تعرفها، هاي الحرب العالمية الأولى قعدت 5 سنين. 1925 مزبوط؟ لا لا، قبل 14. دلوك. تتحذر يعني صح 1914؟ متأكد؟ بظن لا. طيب أنا بقولك صح 1914، مبروك عليك غسيل سيارة مجانا من ون ستوب بإدارة أمين سلام غاني. قوي معلوماتك في التاريخ. سنت الجاي بس نفوت على التعليم. طيب بدك تروح على الجامعة؟ أنا موفق إن شاء الله. أهلين. عرفنا عن نفسك في الأول. أسعد نايف معدي. أخ أسعد، شيخ أسعد، إحنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعاية ون ستوب بإدارة أمين سلام غانم. بنوجه لك سؤال على وجه رمضان. السؤال بيقول، كم قلب للأخطبوط؟ هاي لا نعرف أنا هاي. صاحبي فكر فيها شوي. اثنين يقول. أكثر من قلب له، كم قلب؟ اثنين. اثنين؟ لا مش اثنين. أكثر؟ كم بعرف يضرب فيها هاي؟ طيب عايد على الطائفة الإسلامية بمناسبة رمضان. كل عام هن بخير كل العموم. وهن بالدروس والتحية والكل، كل عام هن بخير. كل عام وأنت بخير، ينعاد عليك. رمضان كريم. تسلم لك كمان. عارفين عن نفسك؟ آية. آية احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعاية ون ستوب بإدارة أمين سلامي غانم. بنوجه لك سؤال، إذا بتعرف تجاوب عليه بتربح غسيل سيارة مجانا. السؤال بيقول، كم قلب للأخطبوط؟ ثلاثة. حذري ولا متأكدة؟ هيك مرة سمعت، ما بعرف. يعني بتعرفيها، وجوابك صحيح، 3 قلوب للأخطبوط. مبروك عليك غسيل سيارة مجانا. كل عام وانت بخير. انت بخير، تسلم، شكرا. مرحبا يا حجي. أهلين. رمضان كريم. تسلم. بنحب نوجه لك سؤال من موقع سبيل، سؤال على الماشي تحت رعاية ون ستوب بإدارة أمين سلامي غانم. السؤال بيقول، من الذي لقب بعميد الأدب العربي؟ أنا هاي بعرف حتى. أديب كاتب مشهور مصري مشهور لقب بعميد الأدب العربي، مين هذا؟ أخي والله ما بعرفها. طيب إذا صعب عليك عايدة على الطائفة الإسلامية بمناسبة رمضان. نعم. الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تصير صلح لكل الأمة العربية وللأمة بإسرائيل. هون كنا نقول حزب واحد والكلمة واحد. إن شاء الله. إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم. شاطر. اسمي محمد. شو اسمك؟ محمد. محمد، في أي صف أنت؟ ثاني. ثاني؟ في أي مدرسة؟ ألف. مدرسة ألف. طيب إحنا في موقع سبيل في برنامج سؤال على الماشي، بنحب نوجه لك سؤال، إذا بتعرف تجاوب عليه بتربح غسيل سيارة، بتهديها لأبوك أو لأخ إلك أو لصديق بغسل سيارته عند أمين سلامي غانم. السؤال بيقول، من الأديب أو الكاتب الذي يعرف بعميد الأدب العربي؟ طه.
طه مين؟ طه حسين. طه حسين تعلمتها من المدرسة؟ شاطر. انت بتربح معنا غسيل سيارة، هديها لمين بدك تهديها؟ لأبوي. لأبوك مشان غسل سيارته. يلا كل عام وانت بخير. شو بتقول في رمضان؟ كل عام وانت بخير. يلا ينعاد عليكم بهدات البرد، كل عام وانت بخير. انت بخير. مرحبا، احنا موجودين في الكتروسومار في المغار، احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعاية وان ستوب بإدارة أمين سلامي غانم. بنحب نوجه لك سؤال على وجه رمضان. أول شيء عايد على الطائفة الإسلامية، مبروك على الطائفة الإسلامية والدرزية والمسيحية. نفس الكتاب السماوي، ليش تنفرق بين أحمد ومحمد وحسن وحسين؟ الحق معك 100%. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. بنحب نوجه لك سؤال في التاريخ، كيف معلوماتك في التاريخ؟ نص نص أو حتى ربع ربع. إن شاء الله تكون نص نص مش ربع ربع. على كل حال من نسألك هيك السؤال، بقول في أي سنة انتهت الحرب العالمية الثانية؟ الثانية انتهت إذا مش غلطان 49 48 49. قربت أنت بس لا مش هيك. لا أكثر؟ أقل. أقل بال 46. لا 1938. لا لا هذا اللي بعد. كمان مره عايد على الطائفه الاسلاميه، مبروك وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم على الجميع. كل عام وانتم بخير. مرحبا. اهلا. ممكن نتعرف؟ يوسف عبيد، امين الرافه. يوسف اهلين فيك، احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعايه وان ستوب باداره امين سلامي غانم. بنحب نوجه لك سؤال بمناسبه شهر رمضان المبارك. السؤال بقول في المعلومات العامه او في التاريخ، كيف معلوماتك في التاريخ؟ التاريخ لا مش منيح كثير. ليه مش منيح؟ تعلمت مش ماذا زي صعبة هاي. طيب بدي أسألك على كل حال بلكي تعرف تجاوب عليه، أي سنة انتهت الحرب العالمية الثانية؟ صعبة هاي. فكر شوي، بعطيك احتمالات. طيب صعبة شوي. 35 45 50 في أي سنة؟ 50. تأكد؟ أسف. كل عام وانت بخير. مرحبا. أهلا، كيف حالك؟ احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعاية وان ستوب بإدارة أمين سلامي غانم. بنوجه لك سؤال بمناسبة شهر رمضان المبارك. على كل إن السؤال في المعلومات العامة مش سؤال في الحضارة الإسلامية. السؤال بقول في أي سنة انتهت الحرب العالمية الثانية؟ الحرب العالمية الثانية انتهت في سنة 45 1945. أول شيء مبروك لأمين عشان المحل الجديد، ورمضان كريم وكل عام بخير للطائفة الإسلامية كلها وللدروز والمسيحية. بارك الله فيك. يا سؤال هوين جدا وعرفته مش صعب. مبروك عليك غسيل سيارة مجانا من عند أمين وعايد على الطائفة الإسلامية كمان مرة. كل عام بخير للطائفة الإسلامية والدرزية والمسيحية، ورمضان كريم للكل. تنعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب. كل عام وانت بخير. مرحبا. اهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا من موقع سبيل في برنامج سؤال على الماشي بمناسبة شهر رمضان المبارك. بنوجه لك سؤال، اذا بتعرف تجاوب عليه بتربح غسيل سيارة مجانا. السؤال بقول اي شاعر عرف بامير الشعراء؟ اي شاعر عرف بامير الشعراء؟ ابو شاعر مصري. من ساعدك شوي، شاعر مصري، شاعر مشهور يعرف بامير الشعراء، من هو؟ معلوماتك في الادب شوي. ها شو بتشتغل؟ نجار. نجار. ايوه، بعض النجارين بيهتموا مرات في المعلومات العامه. بعرفش والله. طيب كل عام وانت بخير، عايد على الطائفه الاسلاميه ان شاء الله. بنتمنى لكل خير ورمضان كريم للكل. كل عام وانت بخير. مرحبا. يعطيك العافية. الله فيك. احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعاية وان ستوب بإدارة أمين سلامي غانم. بمناسبة شهر رمضان المبارك، بتحب تعايد على الطائفة الإسلامية؟ بعايد بولين، كل عام وانت بخير. طيب بنوجه لك سؤال في المعلومات العامة، إذا بتعرف تجاوب عليه بتربح غسيل سيارة مجانا. سؤال مش صعب في الأدب، من الشاعر الذي لقب بأمير الشعراء؟ أحمد شوقي. حاف احمد شوقي، جوابك صحيح 100%. مبروك عليك غسيل سياره مجانا. معلوماتك الظاهره منيحه كثير. دارس؟ دارس. لا مش دارس، ثانوي. ثانوي. جوابك صح، مبروك عليك، كل عام وانت بخير.
مرحبا. اهلا. السلام عليكم. يعطيك العافيه. احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشيه تحت رعايه وان ستوب باداره امين سلامي غانم. اول شيء عايد على الطائفه بمناسبه رمضان. كل عام وانتم بخير. بنعاد عليكم هذا البال. كل عام وانتم بخير. نوجه لك سؤال في المعلومات العامة، كيف معلوماتك العامة؟ أنا علمتك متذكرك كنت شاطر. صاحب فضل أنت علينا، إن شاء الله بنعجبك. طيب أين يطحن الطيور غذائهم؟ في معدتهم. شو هي المعدة تبعت الطيور؟ في الحنجرة. في حصلته يعني. معرفش صراحة. فكر شوي. أين يطحن الطيور غذائهم؟ تعال تقول لك، تعال تقول لك. هسه انت لما بتفزر الدجاجة شو بتطول منها؟ محصل لي. وشو أخرى شو بسموها؟ شو بسموها هاي اللي سبع بتلاقي البزر فيها؟ لا مش المادي، مش المادي. طيب اذا بتعرف ايش عايد الطائفة الاسلامية كمان مرة؟ كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليك. حاولنا نساعدك. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله اكرم. احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعاية وان ستوب بادارة امين سلامي غانم. بنوجه لك سؤال، اذا بتعرف تجاوب عليه بتربح غسيل سيارة. اهلا وسهلا. تفضل. السؤال بيقول اين يطحن الطيور غذائهم؟ الطير فكر. الطير يطحن الغذاء تبعه بالقانصة. يا ام هيك طوال انت جاوبت 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 صح 100%. جوابك صح، بتربح غسيل سيارة. مبروك عليك. شكرا لك. عايد على الطائفة الإسلامية، الأمة الإسلامية. إن رمضان كريم على جميع الأمة الإسلامية، انعاد علينا وعلينا بهذات البال. إن شاء الله بيكون صوما مقبولا وإفطارا هنيا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وانت بخير. اهلا. قل لي اسمك. صفا صالح. صفا، في اي صف انت؟ طلع السابع. على السابع، في اي مدرسه؟ ايه في الاعداديه الف. الاعداديه الف. طيب احنا في من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعايه وان ستوب باداره امين سلامي غانم. نسالك سؤال في المعلومات العامه، كيف معلوماتك العامه؟ بسيدر. بسيدر. طيب السؤال بقول كلمه بنطلون من اي لغه ماخوذه؟ لغة أجنبية. من أي لغة؟ بنطلون لغة عربية؟ بانيش. لا مش لغة عربية، لغة أجنبية. من أي لغة بدها تكون بنطلون؟ عربية. لغة مش عربية، لغة أجنبية. بنطلون من أي لغة مأخوذة؟ أجنبية. بس أجنبية، بس أي لغة؟ إنجليزي. مش إنجليزي. شو أخرى ممكن يكون؟ عبراني. لا مش عبراني. شو بتعرف لغات في أوروبا؟ دول مشهورة في كرة القدم. شو بتعرف الدول المشهورة في كرة القدم في أوروبا؟ إسبانيا. مش إسبانيا، لغة أوروبية هي. وكلمة بنطلون مأخوذة منها، شو بدها تكون؟ بتعرف إيش؟ طيب بتحب تعايد الطائفة الإسلامية بمناسبة رمضان؟ شو بقول لهم؟ رمضان كريم. رمضان كريم، كل عام وانت بخير. مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين. احنا من موقع سبيل في سؤال عن الماشي، عرفنا عن نفسك. كميل سعيد. أخ كميل، بنحب نوجه لك سؤال بمناسبة شهر رمضان المبارك. السؤال تحت رعاية وان ستوب بإدارة أمين سلامي غانم. كلمة بنطلون من أي لغة مأخوذة؟ من اللغة الإيطالية. مطول عرفت، مبروك عليك غسيل سيارة من وان ستوب. شكرا كثير لك. نتقدم للإخوان في الطائفة الإسلامية بأحر التبريكات والتهاني بمناسبة شهر رمضان، وصوما مقبولا وإفطارا هنيئا. كل عام وانت بخير. شكرا جزيلا. مرحبا، يعطيك العافية. ميت مرحبا، أهلا وسهلا. كل عام وانت بخير بمناسبة رمضان. حياك الله. كل عام. احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعاية وان ستوب بإدارة أمين سلامي غانم. نوجه لك سؤال، من الذي بنى الحدائق المعلقة؟ والله هي ربنا يعلم. ربنا يعلم. هو في التاريخ، بتعرف شو معلوماتك في التاريخ؟ بتعرف ايش؟ لا. طيب عايد على الطائفة الإسلامية بمناسبة رمضان. كل عام بخير كل جميع البنادمين.
كل الطوائف. كل الطوائف. والأديان. والأديان والمغار خاصة. بارك الله فيك، من حضرتك عرفنا عن نفسك؟ من المغار جارك. أهلين، مين أنت؟ وين؟ زيدان عقلة. ما... أهلين أخ زيدان، كل عام وأنت بخير، ينعاد عليكم. كل عام. وأنت كل عام كل سنة بخير. كل عام وأنت بخير. مرحبا. أهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا من موقع سبيل في سؤال على الماشي تحت رعاية وان ستوب بإدارة أمين سلامي غانم، نحب نوجه لك سؤال في المعلومات العامة بمناسبة شهر رمضان. السؤال بقول: من الذي بنى الحدائق المعلقة؟ نبوخذ نصر. نبوخذ نصر طوال، عرفت الجواب، مبروك عليك غسيل سيارة مجانا، تهديها لمين بدك، لأبوك لحدا، مبروك عليك. يسلمك. تحب تعيد على الطائفة الإسلامية بمناسبة رمضان؟ إن شاء الله يا رب عيد وكل عيد هوني مبسوطين. كل عام وانت بخير. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى نهاية الحلقة الرابعة من برنامج سؤال على الماشي تحت رعاية وان ستوب بإدارة أمين سلامي غانم. نلقاكم في حلقة قادمة، صوما مقبولا وإفطارا هنيئا، إلى اللقاء.